النهارده الهرم الحقيقه شاهد احتفاليه جميله جدا، هي مباراه استعراضيه ما بين اسماء كبيره ونجوم عالميين واساطير في كره القدم على مستوى العالم، واحتفاليه كبيره جدا اقيمت على هامش حفل توزيع جوائز الكاف للاعب الافضل في افريقيا، لتكون بكره ان شاء الله في الغردقه بحضور نجوم العالم. كان في فريقين الحقيقه، الفريق الاول فريق احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، والفريق الثاني بقى بتاع انفانتينو رئيس الفيفا. لو قلنا بقى كده اسماء الفريقين حاجه الحقيقه عظيمه جدا جدا جدا، يعني هنلاقي مثلا فريق احمد كان لاقي في مين؟ لا في دروجبا وسامي الجابر ومصطفى حجي وكابتن احمد حسن طبعا، امادو فلافيو، حاجو ضيوف، وائل جمعه، خليل فديجه، ورابح ماجر طبعا. يعني هلاقي الفريق الثاني برضو في اسماء كبيره، يعني كافو، فيرون، جوميز، في الاخضر بلومي، وطبعا معاهم جاني انفانتينو رئيس الفيفا، وحاجه الحقيقه رائعه جدا جدا. وكان الفوز 4-3 لصالح طبعا رئيس الفيفا، لازم كابتن احمد يتغلب لانفانتينو، لكن هو ده اللي حصل يعني عموما. والحقيقه كانت مظهر جميل جدا بحضور ناس كتير كانت موجوده عشان تشهد الاحتفاليه الجميله دي. وبكره ان شاء الله يكون الغردقه هتشهد بقى حفل توزيع جوائز الكاف لافضل لاعب في افريقيا.